وسط ترحيب أممي ودولي، الشق السياسي من اتفاق الرياض بدأ بتشكيل حكومة كفاءات. معين عبد الملك يؤكد أن حكومته ستركز الجهود ضد المشروع الإيراني ووكلاء الحوثيين. جونسون يستدعي كبار وزرائه لبحث سبل احتواء سلالة جديدة من كورونا توصف بالأشد خطورة. طاب صباحكم وأهلا بكم معنا لنشرة الأهم الأنباء من العربية. رحبت الرياض بولادة حكومة يمنية جديدة وتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني. بعد مخاض عسير وسباق مع الزمن من أجل الوقوف صفا واحدا في مواجهة الحوثيين، تكللت الجهود بالنجاح وأبصرت الحكومة اليمنية الوليدة النور عقب الانتهاء من إعادة تموضع وانتشار القوات في المواقع المحددة وفق اتفاق الرياض في شقه العسكري. منذ صباح 11 من ديسمبر الجاري، وهو اليوم التالي من وصول فريق التنسيق والارتباط التابع للتحالف العربي إلى أبين، باشرت قواتنا المسلحة الجنوبية وفقاً لتوجيهات قيادتنا السياسية العليا ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي، وبالتعاون مع فريق التنسيق والارتباط السعودي تنفيذ عملية إعادة موضعها وانتشارها في المواقع المحددة وفقا للخطة المعدة من قبل التحالف العربي. رئيس الوزراء معين عبد الملك احتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة التي ضمت 24 وزيرا، ووقع الاختيار على محمد علي المقدشي وزيرا للدفاع، واللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرا للداخلية. أما حقيبة الخارجية فكانت من نصيب أحمد عوض بن مبارك. عبد الملك أعرب في تغريدة له على تويتر عن ثقة الحكومة العالية بالدعم الأخوي الصادق من الأشقاء في المملكة ودول التحالف دعم الشرعية والدول الشقيقة والصديقة. خطوة اعتبرتها الخارجية السعودية مهمة نحو إنهاء الأزمة اليمنية في إطار تنفيذ اتفاق الرياض ومقدمة لبلوغ الحل السياسي، وثمنت الخارجية حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن. في الإطار الدولي قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس إن هذا التطور تحول نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن ودفعة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة. طلعت موسى، العربية. هذا وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أشاد بإعلان تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كافة مكونات الطيف اليمني وحرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق الرياض. من جهته رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، رحب ببنود اتفاق الرياض، مثمنا دور السعودية في رعاية وإعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق سعيا لتحقيق التنمية المنشودة. كما رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بالحكومة الجديدة مشيدا بجهود الوساطة السعودية، ومؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي من شأنها أن ترسي اليمنيين إلى بر الأمن. قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إن الحكومة الجديدة ستعمل وفق نهج شامل لخدمة الشعب اليمني وتوحيد الصف الوطني بمختلف مكوناته بهدف تسريع استعادة الدولة وتركيز الجهود نحو معركة اليمن والعرب المصرية ضد المشروع الإيراني
ووكلائه من ميليشيا الحوثي الانقلابية. معين عبد الملك وفي تصريح لصحيفة الشرق الأوسط شدد على ضرورة إنهاء هذا المشروع باعتباره خطرا لا يهدد أمن واستقرار اليمن فقط بل المنطقة والعالم بأسره، كما أشاد بجهود السعودية في تقريب وجهات النظر وتنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة وتعاون جميع الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية. واعترف رئيس الوزراء اليمني بحجم التحديات الكبيرة التي ستواجه حكومته الوليدة، لا سيما تلك التي تتعلق بتوفير العيش الكريم للمواطنين اليمنيين، مؤكدا عزمه على مواجهتها بشجاعة ودون تردد. أفادت توقعات جوزيف بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأنه من المرجح أن تظل التوترات في شرق المتوسط وفي العلاقات مع تركيا من أكبر التحديات التي تواجه الاتحاد خلال العام المقبل، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تحقيق الاستقرار ما لم يجد التوازن السليم في علاقاته مع أنقرة، مشيرا إلى أن تدخل تركيا النشط والأحادي في ليبيا وسوريا لا يتسق مع المصالح الأمنية للاتحاد الأوروبي، فاستمرار أنقرة في إرسال سفن التنقيب خلق مناخا سلبيا للغاية في القارة، وعليه فإن هناك احتمالا كبيرا بأن يضطر الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات قوية في حال استمر الوضع في التدهور. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشار الألمانية أنجيلا ميركل أنه يريد فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي وفق ما أفادت الرئاسة التركية. وأفاد بيان للرئاسة التركية أن أردوغان عبر خلال الفيديو مع ميركل وقال بأن تركيا تريد فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وشكر المستشارة الألمانية لمساهماتها البناءة وجهودها لصالح العلاقات بين تركيا والاتحاد. كشفت منظمة طهران الحقوقية الإيرانية أن السلطات في مدينة زهدان جنوب شرقي البلاد تعتزم تنفيذ عمليات أعدام يوم السبت ضد 5 معتقلين بتهمة التمرد المسلح ضد النظام الإيراني والانتماء إلى جماعات معارضة. وقالت المنظمة أن محامي المعتقلين 5 مصطفى نيلي أعرب لها عن قلقه من حرمان موكليه من فرصة إعادة المحاكمة، داعيا كبار المسؤولين القضائيين في البلاد إلى تعليق تنفيذ هذه الأحكام. وبحسب الدفاع فقد تم الحكم على نحو 10 أشخاص بالإعدام في زهدان بتهمة التمرد المسلح ضد النظام. نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر للقاح موديرنا المضاد لكورونا. مفترقات طرق كثيرة نقف عندها كل يوم، قضايا عالقة وأخرى تطفو على سطح الأحداث كل لحظة. نطرق أبوابا كثيرة وننظر في الوجوه باحثين عن إجابات لنعرف ما يدور حقا. سؤال مباشر مع خالد مدخلي، الجمعة 5:30 على شاشة العربية. أكثر الأخبار أهمية هي التي لها تأثير مباشر على حياتك، سلامتك وسعادتك، أحلامك ومستقبلك. هي الأخبار التي تحدث قريبة منك وتؤثر عليك. عالمنا يتغير بسرعة،
نحن هنا لنتابع الحاضر بتفاصيله ونترقب معا الطريق إلى المستقبل. الرابعة، نشرتكم من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. تظاهر المئات أمام البرلمان التونسي للدفاع عن مدنية الدولة والتنديد بتنامي العنف وامتداده إلى داخل مؤسسات الجمهورية، ودعا للمظاهرة الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة في تونس. ردد المتظاهرون شعارات وهتافات، بعضها يطالب برفع الحصانة عن نواب من كتلة متطرفة مارسوا عنفا تحت قبة البرلمان بحسب المتظاهرين. وكأن تونس في منعطف قد يعيد معه التاريخ نفسه. القوى التي تصدرت الاحتجاجات الشعبية والنقابية قبل 10 سنوات تحتشد من جديد، لكن ليس أمام وزارة الداخلية وإنما عند مدخل البرلمان. هؤلاء المتظاهرون ينتمون لفئات اجتماعية وتيارات سياسية ومدنية مختلفة، ويعبرون في هذه الوقفة عن تململهم من منظومة هيمنت منذ 2011 ثابت الوحيد فيها مع تعاقب الوجوه والحكومات هو حركة النهضة وزعيمها الذي يتولى رئاسة البرلمان، وجهة المحتجين في الظرفية الحالية. في ظل صمت من رئاسة المجلس وظل تستر من رئاسة المجلس يصبح الأمر خطير ولا بد من وقفة حازمة لنقول كفى. المتظاهرون رفعوا شعارات ورددوا هتافات منددة بتنامي العنف وخطاب الكراهية في تونس وامتداده إلى داخل مؤسسات الجمهورية. الاحتجاجات تشكل ردا على رفض الغنوشي لاستجابته لمطالب من بينها نزع الحصانة عن نواب من كتلة تابعة له، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء بعد تورطهم في شغب وعنف معنوي ومادي داخل البرلمان. طلب منا كائتلاف صمود هو أن يقع سحب الثقة من رئيس مجلس النواب، والمطالبة برفع الحصانة على البرلمانيين هذم ومحاكمتهم حسب قانون الإرهاب. بالتزامن مع الذكرى 10 للثورة وفي ظل تنامي الدعوات المطالبة بالتغيير في تونس تأتي هذه الوقفة. المتظاهرون الذين شاركوا فيها يريدون أن يبدأ التغيير هذه المرة من البرلمان. رسالتان بعث بهما الاتحاد العام للشغل إلى الغنوشي في رأي مراقبين، الأولى عندما تجاهل دعوته لعرض مبادرة الحوار في البرلمان وليس الرئاسة، وعندما حاول أيضا تدارك الموقف بمحاولة تحجيم المبادرة في حوار اجتماعي واقتصادي فقط. الرسالة الثانية بدعوته للتظاهر في محيط البرلمان ليظهر قدرته على التحشيد الشعبي في مواجهة حركة يتهمها خصومها بالتطرف ومحاولة احتكار السلطة. خليل الجدود، العربية، تونس. اشتكى فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من توقف البنتاغون المفاجئ عن تقديم إحاطات له خلال الفترة الانتقالية، منبها من تداعيات محتملة لذلك على الأمن القومي، حيث عبر يوهانس أبراهام عضو الفريق الانتقالي لبايدن عن قلقه للإيقاف المفاجئ هذا الأسبوع. وكان رئيس دونالد ترامب قد منع الوكالات الحكومية من التعاون مع فريق بايدن رافضا الاعتراف بالهزيمة الانتخابية. يريد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إحداث ثقوب في السقف الزجاجي بتعيينات تشمل أرقاما غير مسبوقة لمرشحين من الأقليات لتعكس التنوع العرقي والإثني والهوية الأمريكية كدولة للمهاجرين من أصول مختلفة، كان آخرها تعيين امرأة من السكان الأصليين كوزيرة للداخلية. التاريخ يسطر في كل تعيين، هذا ما يريده الرئيس المنتخب جو بايدن الذي أقدم على أول خطوة باختياره للسناتور كاميلا هاريس الهندية والكاريبية الأصل كنائبة له. عاد ليدخل ديبرا هالاند عضو الكونغرس من ولاية نيو مكسيكو لتكون أول امرأة من السكان الأصليين لمنصب وزيرة الداخلية. الديمقراطيون يتهمون بأنهم يعولون على أصوات الأقليات لإيصالهم للبيت الأبيض، لكن عندما يتعلق الأمر بتشكيل الإدارة يكون التمثيل رمزياً،
وهذا ما يريد الرئيس بايدن الخروج منه باختياره للأقليات لتولي مناصب سيادية. الجنرال لويد أوستن الأمريكي الأفريقي وزيرا للدفاع، وألخاندرو مايوكاس الأمريكي اللاتيني وزيرا للأمن الوطني. القضية ليست تعيين أمريكي من السكان الأصليين أو أسود أو لاتيني أو فريق نساء، بل ما هو مهم أننا نرسل رسائل لباقي الأمريكيين مفادها أنه عندما نبحث عن الكفاءة سنجدها في الأمريكي الأسود واللاتيني وفي الأقليات، وهذا ما يميز أمريكا. التنوع العرقي والإثني والديني حاضر بقوة في الإدارات الجديدة إلى جانب الحضور النسائي القوي، فقد قرر بايدن تعيين فريق الاتصالات في البيت الأبيض من أمهات عاملات ليعمق من فهم المجتمع لدور المرأة وإحداث التوازن بين دورها كأم عاملة وإعطاء مثلا يحذى به في الخدمة العامة. هذا هو الفريق الذي نحتاجه حتى ننجز الانتعاش الاقتصادي الذي يحتاجه الشعب الأمريكي، ولنتأكد من أن الاقتصاد سيفي باحتياجات الطبقة العاملة. هكذا يبدو محيط البيت الأبيض في الأيام الأخيرة في عمر إدارة الرئيس ترامب. جدول الرئيس خالي، والبيت الأبيض محاط بأسوار معدنية محاصرة البيت الأبيض منذ الأحداث العرقية التي ضربت واشنطن في الصيف الماضي. التحديات أمام الرئيس المنتخب كبيرة، والتغيير ربما لن يحدث بهذه السرعة بسبب تحديات جائحة كورونا. نادية البلبسي العربية، واشنطن. تنتظر وزارة الصحة السعودية يومي الأحد والاثنين وصول شحنتين أخريين من لقاح فايزر باينتك في وقت انتهى اليوم الثاني من عملية التطعيم الواسعة التي بدأت في السعودية من بوابة العاصمة الرياض. انتهى اليوم الثاني من حملة التطعيم الموسعة ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر باينتك في السعودية. التطعيم يجري وسط إقبال كبير، حيث سجل أكثر من 300 ألف شخص منذ بدء فتح باب التسجيل عبر منصة صحتي قبل 3 أيام. الانطباعات الأولية لدى من تلقوا اللقاح كانت مشجعة. كانت تجربة عادية بالنسبة لي، تطعيم كأنه تطعيم إنفلونزا، ما حسيت بأي مضاعفات أو أي آثار جانبية من هالناحية نهائياً. عملية التطعيم في مركز أرض المعارض بالرياض الذي يخدم فيه أكثر من 100 ممارس طبي تجري في أجواء احترافية بشهادة كثيرين. ما حسيت أني أخذت لقاح، ما في أي آثار على الإطلاق، وجو العمل نفسه يجعلك أصلاً بكل الناس اللي شفتهم من حوالي، يعني ما شفت أحد حصل عنده أي إحساس بوخزة أو أي شيء من على الإطلاق. وزارة الصحة السعودية التي أخذ المسؤول الأول فيها لقاح كورونا أعلنت أنها ستتسلم يومي الأحد والاثنين المقبلين شحنتين أخريين، فيما تجري على قدم وساق إجراءات تجهيز مراكز التطعيم الأخرى في مختلف مناطق المملكة. ونتابع بعض المقابلات مع من تلقوا اللقاح. في ناس كتير متخوفة، بس أنا ما خفت لأني أنا أصلاً مدرسة كيمياء وعلوم، بفهم إيش اللقاح وإيش المصل، وعارفة طبعاً إنه اللقاح بيولد في الجسم أجسام مضادة، فعندي يعني معلومات خلفية يعني، ما خفتش يعني. بعدين مش معقول يعني الحكومة بتعمل لمصلحة المواطن، طبعاً مش حيضر الإنسان يعني، بالعكس بفيدوه، وإحنا بنشكرهم كثير على هذا الموقف يعني. وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شكره لجميع العاملين في القطاع الصحي وقطاع الدواء، كما أشاد ولي العهد بالعمل الاحترافي والرائع الذي بذل في مواجهة جائحة كورونا. أفادت مراسلة العربية بأن علماء بريطانيين حذروا من تحور جديد لفيروس كورونا. توقعت صحيفة تيليغراف أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم
قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا غداة الاحتفالات بأعياد الميلاد. قالت صحيفة أن جونسون عقد خلال الساعات الماضية اجتماعا مع كبار المسؤولين لبحث سبل احتواء سلالة جديدة من الفيروس توصف بأنها الأشد خطرا. والإجراءات الجديدة بحسب تيليغراف قد تشمل قيودا على التنقل والسفر في أنحاء البلاد. أعلن رئيس وزراء إيطاليا فرض حجر في فترة أعياد نهاية السنة يمتد من الاثنين المقبل وحتى السادس من يناير المقبل. وقال رئيس الحكومة جوزيبي كونتي إثر جلسة لمجلس الوزراء إنه سيتم خلال هذه الفترة غلق المتاجر والحانات والمطاعم، على أن يمنع أيضا تنقل من منطقة إلى أخرى، وأنه سيسمح مبدئيا لفرد واحد من كل عائلة بالخروج مرة واحدة في اليوم. أطلقت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا بشكل طارئ ضد كوفيد 19 بعد سماح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستعماله، ليصبح لقاح موديرنا ثاني لقاح تتم الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح فايزر باينتك، على أن يستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة والتي بدأت الاثنين الماضي لمكافحة هذه الجائحة. ابتكر أحد المختبرات الجامعية السويسرية طريقة لفحص فيروس كورونا خلال مدة لا تزيد عن 10 ثوان فقط. العربية تزور بشكل حصري هذا المختبر في لوزان السويسرية. في أحد مختبرات جامعة البوليتكنيك الفيدرالية في مدينة لوزان السويسرية، ابتكرت مجموعة باحثين طريقة تعتمد فحصا سريعا لتحديد ما إذا كان الشخص مصابا بفيروس كورونا أو لا خلال 10 ثوان. الفحص يعتمد على نوعية وذبذبات صوت سعال الشخص من خلال تطبيق على الهاتف الذكي أو الحاسوب المتنقل. عمل الباحثان على اختراع وتطوير طريقة الفحص هذه منذ ارتفاع حدة الوباء في أوروبا، أي في مارس الماضي. فثلثا أعراض الإصابة بكورونا تبدأ بالسعال لدى الأشخاص. سيكون هذا التطبيق في متناول الجميع بشكل مجاني، ما يتيح المجال للجميع لفحص نفسه بنفسه بشكل يومي لمعرفة إذا ما كان مصابا بفيروس كورونا أم لا، والحصول على النتيجة بثوان معدودة. فهذا قد يكون مفيدا لمن يود السفر والصعود على متن الطائرة. للتحقق من فاعلية التطبيق ومدى اعتماده من الطواقم الطبية مستقبلاً، قصدنا مشفى مدينة لوزان الفيدرالي للقاء البروفيسور فيليب ريفلان، أحد أهم أطباء الشطر الفرنسي السويسري. نتعاون في المستشفى الفيدرالي هنا في لوزان مع هؤلاء المخترعين بشكل دائم لإثبات فعالية اختراعاتهم على المصابين، وذلك بتجارب سريرية، ما يمكننا من مقارنة النتائج البيولوجية ونتائج التطبيقات التكنولوجية. أثبتت التجارب العلمية أن 85% من طريقة الفحص هذه ناجعة، وأن هذا المختبر في طور الانتهاء من إصدار أول نسخة منها قبل نهاية هذا الشهر، ما يمكن حامل عوارض فيروس كورونا من فحص نفسه بنفسه دون الخروج من منزله، فذبذبات صوت سعاله ترسل عبر التطبيق إلى المختبر لفحصها. ليث بزاري، العربية، لوزان، سويسرا. في اليوم العالمي للمهاجرين أصبحت قضايا الهجرة واحدة من أكثر الأزمات في العالم، ففي عام 2019 بلغ عدد المهاجرين على مستوى العالم 272 مليون شخص، لكن لا توجد إحصائيات محددة للذين ابتلعهم البحر أو فقدوا في الصحاري. عندي بزاف ولاد حومة راحوا ماتوا في اللرج، ما لبنا لا راهم حيين لا وصلوا لا ما وصلوش، مساكن خلاو ماليهم بالحرقة هذيك تاع حي ولا ميت. لهم بلغوا الضفة الأخرى من المتوسط ولا هم عادوا إلى أحضان عائلاتهم. نحو 3000 جزائري لقوا حتفهم أو فقدوا خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا على متن قوارب بسيطة كهذه خلال 10 سنوات الأخيرة حسب أرقام منظمات حقوقية. خلجان الجزائر القريبة من السواحل الأوروبية كانت وما تزال الملاذ المفضل لشبكات الهجرة غير النظامية، لكن مسارها أضحى مظلما ومحفوفا بكثير من المخاطر. رغم جهود قوات خفر السواحل الجزائرية التي أحبطت خلال العام الجاري محاولة هجرة أكثر من 4000 جزائري ومئات الأجانب، إلا أن عداد مفقودي ظاهرة الحراقة في الجزائر لم يتوقف. فكيف هو الحال في تونس يا ترى؟
أما في تونس فتعمل السيدة درصا في هذا المتجر الصغير لإعالة نفسها وأبنائها بعدما فقدت زوجها الذي غادر التراب التونسي في هجرة غير نظامية مباشرة بعد الثورة. كلم خوه قال له راني سي ركبت في الفلوكة وادعي لي أنه ربي وفقني نوصل لإيطاليا. صحبة 73 واحد، الفلوكة كانت ترفع 73 واحد. تعبت صحيح، تعبت مورالمون، تعبت ماديا، تعبت، لكن انا ضربة هذه ما كسرت ليش ظهري، انا ضربة هذه قوت. يعمل رمضان بن عمر في مقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على مساعدة العائلات التونسية التي فقدت أبنائها جراء الهجرة غير النظامية. هنا تأتيه طلبات المساعدة من آلاف العائلات التونسية المكلومة بفقد أبنائها خاصة بعد الثورة. بن عمر يقول إن السواحل التونسية صارت منصات لإطلاق مراكب الموت عرض المتوسط. إلى حدود نهاية شهر نوفمبر وصل إلى السواحل الإيطالية أكثر من 12500 تونسي، منهم أكثر من 1800 قاصر وأكثر من 350 امرأة، إضافة إلى منع اجتياز أكثر من 13000 تونسي، وهي أرقام لم يقع تسجيلها منذ سنة 2011، إضافة إلى عشرات المفقودين وعشرات الضحايا لا نعرف مصيرهم إلى حد الآن. ازداد منسوب الهجرة غير النظامية في تونس في السنوات الأخيرة بشكل لافت. أحلام الهجرة تعصف بالعائلات التونسية ويبتلع البحر أبنائها في ظاهرة عجزت عن حلها السلطات التونسية حتى الآن. وليد عبد الله، العربية، تونس. في نهاية النشرة هذا تذكير بالعناوين. وسط ترحيب أممي ودولي، الشق السياسي من اتفاق رياض بدأ بتشكيل حكومة كفاءات. معين عبد الملك يؤكد أن حكومته ستركز الجهود ضد المشروع الإيراني ووكلائه الحوثيين. جونسون يستدعي كبار وزرائه لبحث سبل احتواء سلالة جديدة من كورونا توصف بالأشد خطورة. وبعد قليل نشرة إخبارية جديدة لأهم الأنباء، ابقوا معنا. بتشكيل حكومة كفاءات. الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات جديدة على تركيا، وأردوغان يعرب لميركل عن رغبته بفتح صفحة جديدة. جونسون يستدعي كبار وزرائه لبحث سبل احتواء سلالة جديدة من كورونا توصف بالأشد خطورة. طاب صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية. رحبت الرياض بولادة حكومة يمنية جديدة وتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق رياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني. بعد مخاض عسير وسباق مع الزمن من أجل الوقوف صفا واحدا في مواجهة الحوثيين، تكللت الجهود بالنجاح وأبصرت الحكومة اليمنية الوليدة النور عقب الانتهاء من إعادة تموضع وانتشار القوات في المواقع المحددة وفق اتفاق الرياض في شقه العسكري. منذ صباح 11 من ديسمبر الجاري، وهو اليوم التالي من وصول فريق التنسيق والارتباط التابع للتحالف العربي إلى أبين، باشرت قواتنا المسلحة الجنوبية وفقاً لتوجيهات قيادتنا السياسية العليا ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي، وبالتعاون مع فريق التنسيق والارتباط السعودي تنفيذ عملية إعادة موضعها وانتشارها في المواقع المحددة وفقا للخطة المعدة من قبل التحالف العربي. رئيس الوزراء معين عبد الملك احتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة التي ضمت 24 وزيرا، ووقع الاختيار على محمد علي المقدشي وزيرا للدفاع، واللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرا للداخلية. أما حقيبة الخارجية فكانت من نصيب أحمد عوض بن مبارك. عبد الملك أعرب في تغريدة له على تويتر عن ثقة الحكومة العالية بالدعم الأخوي الصادق من الأشقاء في المملكة ودول التحالف دعم الشرعية،
والدول الشقيقة والصديقة، خطوة اعتبرتها الخارجية السعودية مهمة نحو إنهاء الأزمة اليمنية في إطار تنفيذ اتفاق الرياض ومقدمة لبلوغ الحل السياسي. وثمنت الخارجية حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن. في الإطار الدولي قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس إن هذا التطور تحول نحو حل سياسي دائم للصراع في اليمن ودفعة مهمة لتعزيز الاستقرار وتحسين مؤسسات الدولة. طلعت موسى، العربية. هذا وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي دكتور يوسف بن أحمد عثيمين بإعلان تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كافة مكونات الطيف اليمني وحرص الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاق رياض. من جهته رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، رحب ببنود اتفاق رياض مثمنا دور السعودية في رعاية وإعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق سعيا لتحقيق التنمية المنشودة. كما رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بالحكومة الجديدة مشيدا بجهود الوساطة السعودية ومؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي من شأنها أن ترسل اليمنيين إلى بر السلام. قال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إن الحكومة الجديدة ستعمل وفق نهج شامل لخدمة الشعب اليمني وتوحيد الصف الوطني بمختلف مكوناته بهدف تسريع استعادة الدولة وتركيز الجهود نحو معركة اليمن والعرب المصرية ضد المشروع الإيراني ووكلائه من ميليشيا الحوثي الانقلابية. معين عبد الملك وفق تصريحا لصحيفة الشرق الأوسط شدد على ضرورة إنهاء هذا المشروع باعتباره خطرا لا يهدد أمن واستقرار اليمن فقط بل المنطقة والعالم بأسره. كما أشاد بجهود السعودية في تقريب وجهات النظر وتنفيذ اتفاق رياض كمنظومة متكاملة وتعاون جميع الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية. واعترف رئيس الوزراء اليمني بحجم التحديات الكبيرة التي ستواجه حكومته الوليدة لا سيما تلك التي تتعلق بتوفير العيش الكريم للمواطنين اليمنيين مؤكدا عزمه على مواجهتها بشجاعة ودون تردد. أفادت توقعات جوزيف بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأنه من المرجح أن تظل التوترات في الشرق المتوسط وفي العلاقات مع تركيا من أكبر التحديات التي تواجه الاتحاد خلال العام المقبل، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تحقيق الاستقرار ما لم يجد التوازن السليم في علاقاته مع أنقرة، مشيرا إلى أن تدخل تركيا النشط والأحادي في ليبيا وسوريا لا يتسق مع المصالح الأمنية للاتحاد الأوروبي، فاستمرار أنقرة في إرسال سفن التنقيب خلق مناخا سلبيا للغاية في القارة، وعليه فإن هناك احتمالا كبيرا بأن يضطر الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات قوية في حال استمر الوضع في التدهور. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه يريد فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي وفق ما أفادت الرئاسة التركية. أفاد بيان للرئاسة أن أردوغان خلال اجتماع عبر الفيديو مع ميركل قال أن تركيا تريد فتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وشكر المستشارة لمساهماتها البناءة وجهودها لصالح العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
كشفت منظمة طهران الحقوقية الإيرانية أن السلطات في زهدان جنوب شرق البلاد تعتزم تنفيذ عمليات إعدام اليوم السبت ضد 5 معتقلين بتهمة التمرد المسلح ضد النظام الإيراني والانتماء إلى جماعات المعارضة. قالت المنظمة إن محامي المعتقلين 5 أعرب لها عن قلقه من حرمان موكليه من فرصة إعادة المحاكمة، داعيا كبار المسؤولين القضائيين في البلاد إلى تعليق تنفيذ هذه الأحكام. وبحسب الدفاع فقد تم الحكم على نحو 10 أشخاص بالإعدام في سجن زهدان بتهمة التمرد المسلح ضد النظام. نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر للقاح موديرنا المضاد لكورونا. تظاهر المئات أمام البرلمان التونسي للدفاع عن مدنية الدولة والتنديد بتنامي العنف وامتداده إلى داخل مؤسسات الجمهورية. ودعا للمظاهرة الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة في تونس. ردد المتظاهرون شعارات وهتافات، بعضها يطالب برفع الحصانة عن نواب من كتلة متطرفة مارسوا عنفا تحت قبة البرلمان بحسب المتظاهرين. وكأن تونس في منعطف قد يعيد معه التاريخ نفسه. القوى التي تصدرت الاحتجاجات الشعبية والنقابية قبل 10 سنوات تحتشد من جديد، لكن ليس أمام وزارة الداخلية وإنما عند مدخل البرلمان. هؤلاء المتظاهرون ينتمون لفئات اجتماعية وتيارات سياسية ومدنية مختلفة، ويعبرون في هذه الوقفة عن تململهم من منظومة هيمنت منذ 2011 ثابت الوحيد فيها مع تعاقب الوجوه والحكومات هو حركة النهضة وزعيمها الذي يتولى رئاسة البرلمان، وجهة المحتجين في الظرفية الحالية. في ظل صمت من رئاسة المجلس وظل تستر من رئاسة المجلس يصبح الأمر خطير ولا بد من وقفة حازمة لنقول كفى. المتظاهرون رفعوا شعارات ورددوا هتافات منددة بتنامي العنف وخطاب الكراهية في تونس وامتداده إلى داخل مؤسسات الجمهورية. الاحتجاجات تشكل ردا على رفض الغنوشي لاستجابة لمطالب من بينها نزع الحصانة عن نواب من كتلة تابعة له، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء بعد تورطهم في شغب وعنف معنوي ومادي داخل البرلمان. طلب منك ائتلاف صمود هو أنه يقع سحب الثقة من رئيس مجلس النواب والمطالبة برفع الحصانة على البرلمانيين هذم ومحاكمتهم حسب قانون الإرهاب. بالتزامن مع الذكرى 10 للثورة وفي ظل تنامي الدعوات المطالبة بالتغيير في تونس تأتي هذه الوقفة. المتظاهرون الذين شاركوا فيها يريدون أن يبدأ التغيير هذه المرة من البرلمان. رسالتان بعث بهما الاتحاد العام للشغل إلى الغنوشي في رأي مراقبين، الأولى عندما تجاهل دعوته لعرض مبادرة الحوار في البرلمان وليس الرئاسة، وعندما حاول أيضا تدارك الموقف بمحاولة تحجيم المبادرة في حوار اجتماعي واقتصادي فقط. الرسالة الثانية بدعوته للتظاهر في محيط البرلمان ليظهر قدرته على التحشيد الشعبي في مواجهة حركة يتهمها خصومها بالتطرف ومحاولة احتكار السلطة. خليل الجدود، العربية، تونس. اشتكى فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من توقف بنتاغون المفاجئ عن تقديم إحاطات له خلال الفترة الانتقالية، منبها من تداعيات محتملة لذلك على الأمن القومي، حيث عبر يوهانس أبراهام عضو الفريق الانتقالي لبايدن عن قلقه لإيقاف المفاجأة هذا الأسبوع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منع الوكالات الحكومية من التعاون مع فريق بايدن رافضا الاعتراف بالهزيمة الانتخابية. يريد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إحداث ثقوب في السقف الزجاجي بتعيينات تشمل أرقاما غير مسبوقة لمرشحين من الأقليات لتعكس التنوع العرقي والإثني والهوية الأمريكية كدولة للمهاجرين من أصول مختلفة، كان آخرها تعيين امرأة من السكان الأصليين وزيرة للداخلية.
التاريخ يسطر في كل تعيين، هذا ما يريده الرئيس المنتخب جو بايدن الذي أقدم على أول خطوة باختياره للسناتور كاميلا هاريس الهندية والكاريبية الأصل كنائبة له. عاد ليدخل ديبرا هالاند عضو الكونغرس من ولاية نيو مكسيكو لتكون أول امرأة من السكان الأصليين لمنصب وزيرة الداخلية. الديمقراطيون يتهمون بأنهم يعولون على أصوات الأقليات لإيصالهم للبيت الأبيض، لكن عندما يتعلق الأمر بتشكيل الإدارة يكون التمثيل رمزياً، وهذا ما يريد الرئيس بايدن الخروج منه باختياره للأقليات لتولي مناصب سيادية. الجنرال لويد أوستن الأمريكي الأفريقي وزيراً للدفاع، وألخاندرو مايوكاس الأمريكي اللاتيني وزيراً للأمن الوطني. القضية ليست تعيين أمريكي من السكان الأصليين أو أسود أو لاتيني أو فريق نساء، بل ما هو مهم أننا نرسل رسائل لباقي الأمريكيين مفادها أنه عندما نبحث عن الكفاءة سنجدها في الأمريكي الأسود واللاتيني وفي الأقليات، وهذا ما يميز أمريكا. التنوع العرقي والإثني والديني حاضر بقوة في الإدارات الجديدة إلى جانب الحضور النسائي القوي، فقد قرر بايدن تعيين فريق الاتصالات في البيت الأبيض من أمهات عاملات ليعمق من فهم المجتمع لدور المرأة وإحداث التوازن بين دورها كأم عاملة وإعطاء مثلا يحذى به في الخدمة العامة. هذا هو الفريق الذي نحتاجه حتى ننجز الانتعاش الاقتصادي الذي يحتاجه الشعب الأمريكي، ولنتأكد من أن الاقتصاد سيفي باحتياجات الطبقة العاملة. هكذا يبدو محيط البيت الأبيض في الأيام الأخيرة في عمر إدارة الرئيس ترامب. جدول الرئيس خالي، والبيت الأبيض محاط بأسوار معدنية محاصرة البيت الأبيض منذ الأحداث العرقية التي ضربت واشنطن في الصيف الماضي. التحديات أمام الرئيس المنتخب كبيرة، والتغيير ربما لن يحدث بهذه السرعة بسبب تحديات جائحة كورونا. نادية البلبسة العربية، واشنطن. تنتظر وزارة الصحة السعودية يومي الأحد والاثنين وصول شحنتين أخريين من لقاح فايزر باينتك في وقت انتهى اليوم الأول من عملية التطعيم الواسعة التي بدأت في السعودية من بوابة العاصمة الرياض. انتهى اليوم الثاني من حملة التطعيم الموسعة ضد فيروس كورونا بلقاح فايزر بايونتك في السعودية. التطعيم يجري وسط إقبال كبير، حيث سجل أكثر من 300,000 شخص منذ بدء فتح باب التسجيل عبر منصة صحتي قبل 3 أيام. الانطباعات الأولية لدى من تلقوا اللقاح كانت مشجعة. كانت تجربة عادية بالنسبة لي، تطعيم كأنه تطعيم إنفلونزا، ما حسيت بأي مضاعفات أو أي آثار جانبية من هالناحية نهائياً. عملية التطعيم في مركز أرض المعارض بالرياض الذي يخدم فيه أكثر من 100 ممارس طبي تجري في أجواء احترافية بشهادة كثيرين. ما حسيت أني أخذت لقاح، ما في أي آثار على الإطلاق، وجو العمل نفسه يجعلك أصلا بكل الناس اللي شفتهم من حوالي، يعني ما شفت أحد حصل عنده أي إحساس بوخزة أو أي شيء من على الإطلاق. وزارة الصحة السعودية التي أخذ المسؤول الأول فيها لقاح كورونا أعلنت أنها ستتسلم يومي الأحد والاثنين المقبلين شحنتين أخريين، فيما تجري على قدم وساق إجراءات تجهيز مراكز تطعيم الأخرى في مختلف مناطق المملكة. ونتابع بعض المقابلات مع من تلقوا اللقاح. في ناس كتير متخوفة، بس أنا ما خفت لأني أنا أصلاً مدرسة كيمياء وعلوم، بفهم إيش اللقاح وإيش المصل، وعارفة طبعاً إنه اللقاح بيولد في الجسم أجسام مضادة، فعندي يعني معلومات خلفية يعني. ما خفتش يعني، بعدين مش معقول يعني الحكومة بتعمل لمصلحة المواطن، طبعاً مش حيضر الإنسان يعني، بالعكس بفيدوه، وإحنا بنشكرهم كتير على هذا الموقف يعني. أمس وفقني ربي وأخذت اللقاح كورونا،
والحمد لله الآن لا أعاني من أي أعراض، والحمد لله إن شاء الله الأمور طيبة. أعراض بسيطة جدا، لا تذكر أي لقاح لأعراض بسيطة، لكن أعتقد أنه عاجلا ما عاجلا راح تاخذه، لانك لن تسافر لن تتهذى الا بهذا اللقاح. انا الحمد لله ما شعرت باعراض جانبيه. الحقيقه صحيح الاعلام تكلم كثير عن الموضوع، بس يعني بقدرش يقول الواحد الا بيحترم العلم بالاخر. هذا لقاح وهناك جائحه، الواحد لازم يسمع كلام الاطباء في هذه المرحله، ما لنا الخيار في هذا المكان. اللقاح كله ما تم 10 دقائق. طبعا احنا نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهدي الأمين الله يحفظهم ويكرم هالبلد الطيب، عرفت علي، بلد الخير بلد المحبة. قدمت أنا أول أمس قبل يوم على الموعد، واليوم الساعة 6 اتصلوا فيني قالوا تعال المركز لتأخذ التطعيم، وجينا المركز والحمد لله يا أخي ما يقدر الواحد يقول شيء أكثر من كثر الله خيرهم ونشكرهم جزيل الشكر من ناحية التنظيم من ناحية كل شيء كل شيء. وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شكره لجميع العاملين في القطاع الصحي وقطاع الدواء، كما أشاد ولي العهد بالعمل الاحترافي والرائع الذي بذل في مواجهة جائحة كورونا. أفادت مراسلة العربية بأن علماء بريطانيين حذروا من تحور جديد لفيروس كورونا، وتوقعت صحيفة تيليغراف أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا غداة الاحتفالات بأعياد الميلاد. قالت صحيفة أن جونسون عقد خلال الساعات الماضية اجتماعا مع كبار المسؤولين لبحث سبل احتواء سلالة جديدة من الفيروس توصف بأنها الأشد خطرا، والإجراءات الجديدة بحسب تيليغراف قد تشمل قيودا على التنقل والسفر في أنحاء البلاد. أعلن رئيس وزراء إيطاليا فرض حجر في فترة أعياد نهاية السنة يمتد من الاثنين المقبل وحتى السادس من يناير المقبل. وقال رئيس الحكومة جوزيبي كونتي قال إثر جلسة لمجلس الوزراء إنه سيتم خلال هذه الفترة غلق المتاجر والحانات والمطاعم على أن يمنع التنقل من منطقة إلى أخرى، وأنه سيسمح مبدئيا لفرد واحد من كل عائلة بالخروج مرة واحدة باليوم. أطلقت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا بشكل طارئ ضد كوفيد 19 بعد سماح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية باستعماله، ليصبح لقاح موديرنا ثاني لقاح تتم الموافقة عليه في الولايات المتحدة بعد لقاح فايزر باينتك على أن يستخدم في إطار حملة التلقيح الضخمة والتي بدأت الاثنين الماضي لمكافحة هذه الجائحة. أخبار الرياضة الآن في التقرير التالي. يحل ليفربول ضيفا على كريستال بالاس ضمن الأسبوع 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وضمن الجولة ذاتها يحل مانشستر سيتي ضيفا على ساوثهامبتون صاحب المركز الثالث. في الدوري الإيطالي يستضيف بارما فريق يوفنتوس ضمن الجولة 13 من البطولة. وفي إسبانيا ينزل بالنسيا ضيفاً على برشلونة في ملعب الكامب نو ضمن الأسبوع 14 من الدوري المحلي. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين أحمد مجاهد رئيساً للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم. وفي مصر تغلب الأهلي على ضيفه غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من الدوري. وضمن الجولة 10 من الدوري الإماراتي تغلب العين على مضيفه النصر بهدفين مقابل هدف واحد. وفي المسابقة ذاتها فاز الفجيرة على ضيفه شباب الأهلي دبي بثلاثة أهداف لهدفين. إلى العناوين. وسط ترحيب أممي ودولي، الشق السياسي من اتفاق رياض بدأ بتشكيل حكومة كفاءات. معين عبد الملك يؤكد أن حكومته ستركز الجهود ضد المشروع الإيراني ووكلائه الحوثيين.
الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات جديدة على تركيا، وأردوغان يعرب لميركل عن رغبته بفتح صفحة جديدة. جونسون يستدعي كبار وزرائه لبحث سبل احتواء سلالة جديدة من كورونا توصف بالأشد خطورة. إلى هنا تنتهي هذه النشرة الإخبارية. هذه تحية وإلى اللقاء.